أهلاً جميعاً، أهلاً وسهلاً بالحضور. أنا اسمي رشا فهيم، المدير التنفيذي لقطاع الغاز والمنسوجات في المجلس التصديري. بس هستأذن حضراتكم علشان الناس اللي بتحاول لسه تدخل، أو لو لسه في حد مش سايند إن، هنستنى 5 دقايق وبعدين هنبتدي إن شاء الله فعاليات الورشة. شكراً جزيلاً لحضراتكم، ميرسي إن أنتوا نورتونا النهاردة.
صباح الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. ميرسي جدا على تشريفكم لورشه العمل النهارده، وان شاء الله يا رب اليوم يكون مثمر في الموضوع المهم ده. انا اسمي رشا فهيم، مدير التنفيذي لقطاع الغزل والمنسوجات في المجلس التنظيري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزليه. موجود معانا زمايلي من المجلس التنظيري للملابس الجاهزه. بنرحب بحضراتكم، ميرسي على وجودكم النهارده. احنا بس علشان حضراتكم تكونوا قادرين تسمعوا كل المحتوى من الاستاذ محمد سمير، احنا عاملين ميوت لكل الحضور، لكن في حاله ان وجود سؤال ممكن حضراتكم تعملوه بواحده من الطريقتين، يا اما نكتبه في الشات واحنا هنقراه لاستاذ محمد وطبعا هيوصل لكم الرد منه لايف، او تعملوا ريز هاند واحنا في الجزء المخصص للاسئله بعد كل سيكشن هنسمح لحضراتكم للي عمل ريز هاند ان هو يشارك سؤاله. أنا دلوقتي هقدم لكم أستاذ محمد سمير، هو مدير الإدارة العامة لقواعد المنشأ. زي ما وصل لحضراتكم في الإيميلات، إحنا كنا بعتنا المختصر على قد ما فهمنا في الموضوع المهم ده، لكن هو طبعًا أهل الخبرة في موضوع زي ده. صباح الخير أستاذ محمد، حضرتك معانا؟ صباح الخير يا أستاذة رشا، معاكم. أهلًا وسهلًا بحضرتك. أستاذ محمد، أعتقد إحنا ممكن نبتدي علشان كمان ما نعطلش زمايلنا، كتر خيرهم اللي حضروا. وببلغ حضراتكم تحياتنا وشكرنا ليكم من خلالي ومن خلال الأستاذ شيرين حسني، المدير التنفيذي للملابس الجاهزة. اتفضل أستاذ محمد، مع حضرتك المايك. شكرا جزيلا أستاذ رشا، صباح الخير على حضراتكم جميعا، وشكرا على تشريفكم النهارده، منورينا كلكم. أنا اسمي محمد سمير، مدير عام الإدارة العامة لقواعد المنشأ قطاع الاتفاقيات التجارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة. وكان ليا الشرف طبعا المشاركة في المفاوضات من بدايتها من حوالي 11 سنة، جزء منها كمراقب لوجودي خارج مصر وجزء منها كمفاوض. فبتشرف فعلا، وده دور وزارة التجارة والصناعة، إن احنا نقدم لكم الجديد والتطورات اللي حصلت في قواعد المنشأ الأورو متوسطية. سريعا اسمحوا لي أشكر جدا كمان مرة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية على الدعوة الكريمة اللي وجهها للقطاع علشان نلقي الضوء على التطورات دي، وكمان المجلس التصديري للملابس الجاهزة، الأستاذة رشا طبعا، الأستاذة شيرين، واللي بيساعدونا النهاردة إن العرض يخرج بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. سريعا كده، أنا العرض هيتطرق إلى جزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه عن الأحكام العامة، واللي بسميه، أنا عارف إن في جزء كبير منكم عارف الموضوع، في مقدمة بنقول عليها لزوم ما يلزم كمدخل لقواعد المنشأ بصفة عامة، هيتلوها بعد كده الأحكام العامة، وأهم التغييرات اللي طرأت على الأحكام العامة في قواعد المنشأ أو التصنيع السكشن، وهنقف لمدة 10 دقائق عشان حضراتكم برضه تستريحوا من السماع طول الوقت، نتلقى فيها أسئلة في الجزء ده، لانه بصراحه ثري جدا، في تغييرات كتير حصلت في الاحكام العامه اللي متعودين عليها. وبعدين الجزء الثاني هننتقل فيه للقواعد التفصيليه فيما يخص الملابس والمنسوجات. انا بس من عندي السلايد مش عايز يقلب، لو ممكن مساعده بس بحاول اغيره. أستاذة رشا معايا، أستاذة شيرين، أنا محمد، حضرتك حاول تقفل وتفتحها تاني يعني، أو غير سلايد شو ورجعها تاني. صباح الخير جميعا، أنا شيرين حسني، برحب بيكم، ما عنديش أي إضافات، وبشكر أستاذ محمد سمير والقطاع كله على الورك شوب النهارده ومساعدتهم لينا إن احنا نتعرف على القواعد الجديدة والتغيرات اللي طرحت. اتفضل يا أستاذ محمد. شكرا استاذ شيرين. تمام، هي دلوقتي شغاله. ده ملخص محتويات العرض اللي هيحصل. زي ما قلنا هنتطرق للتعريف والمفهوم سريعا جدا. تاني حاجه، قواعد المنشا الاولى المتوسطه، البروتوكولات المطبقه حاليا وايه اللي حصل فيها من تطور. انا هحاول ادمج الاثنين مع بعض، وفي جميع الامثله طبعا وانا شغال هتبقى التركيز على قطاع الصناعات المزجيه ومنتجات الغزل والاقمشه والملابس، بحيث ان هي تبقى عمليه اكتر. وهنعدي سريعا على الاجزاء الغير معني بيها القطاع. والسكشن الثاني هيبقى على التطورات تحديدا في هذا القطاع. سريعا كده، المنشا ايه هو المنشا؟ بالنسبه للناس اللي اول مره تتعرف، طبعا حضرتك خبراء في التصدير، بس ببساطه شديده المنشا هو جنسيه السلعه
السلعة دي اكتسبت جنسية أي بلد من الدول الأطراف وقواعدها بموجب أي قواعد تم اكتسابها لتحديد منشأ السلعة وبالتالي سريان باقي أحكام الاتفاقية عليه. طبعا الغرض من منشأ، احنا بنطبق تخفيضات جمركية، لازم نضمن ان اللي بيحصل على الميزة او التخفيض الجمركي هو دولة طرف داخل الاتفاق، بنمنع طرف ثالث ان هو يستفيد من اي ميزة بموجب هذا الاتفاق. واخيرا طبعا الغرض من المنشأ والتراكم هو التكامل الصناعي. ندخل في صلب الموضوع، بنتكلم على قواعد المنشأ الأورو متوسطية، حاليا بنسميها بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بالاتفاقيات اللي قدام حضراتكم، ودي في مجموعة بتشكل الشريك التجاري الأول لمصر، وبالتالي هي أعتقد هي محل اهتمام خاص من قطاع الصناعات النسجية والمجالس التصديرية المعنية بهذه المنتجات. بنتكلم على الشراكة المصرية الأوروبية والبروتوكول اللي معاها، بروتوكول قواعد المنشأ الأورو المتوسطي. بنتكلم على دول الإفتا الأربعة، سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين. بنتكلم على دول أغادير واتفاقية أغادير، مصر، الأردن، تونس، المغرب. بنتكلم على تركيا، ومؤخرا بنتكلم انضمت ليهم المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكن هي إلى الآن بتطبق القواعد الحالية. هنعرف بالتفصيل ايه اللي هيحصل بعد كده وشكل العلاقه مع الايو ومع مصر. دي باختصار شديد المنطقه اللي بنتكلم عليها جغرافيا، الدول المظلله بالاخضر، طبعا مش كلها اللي ماضيه مع مصر واللي داخله في شراكه واتفاقيه تجاره حره مع مصر، ولكن هي دي مجموعه الدول او المنطقه بنسميها الاورو المتوسطيه بموجب اعلان برشلونه 95. الدول اللي مصر مضت معاها من المجموعه دي هي الاتفاقيات اللي ذكرناها. ندخل في الإجراءات العملية بعيدا عن النظرية تماما. جزء مهم ولازم نشير ليه قبل ما ندخل بالتفصيل في التغييرات اللي حصلت. إزاي أكتسب المنشأ للصناعات النسيجية بموجب البروتوكولات والاتفاقيات والتطورات اللي هنحكي عليها بعد كده. عندي ثلاث معايير رئيسية لاكتساب المنشأ بنركز عليها. أول حاجة معيار بنسميه المتحصل عليه بالكامل، ده غير معني بيه أو الصناعات النسيجية لكن بتتمس معاه في بعض النقاط، عشان كده انا ذكرته وهنشير عليها بالتفصيل. معيار التغيير الجوهري او عمليه التشغيل الكافيه، ودي سلسله من القواعد هنعرفها ايه بالتفصيل. واخيرا تراكم المنشا في صلب عمليه اكتساب المنشا الاورو متوسط. معيار قاعده المتحصل عليه بالكامل غالبا بيبقى للسلع الاستخراجيه والزراعيه، في جزء منه بيمس منتجات السلع والمنتجات الصناعات النسيجيه، لما نيجي هنتكلم عنه ليه، علشان كده انا حطيته في السلايد ده. تاني حاجه معيار التغيير الجوهري، وهو ده صلب الكلام النهارده، يعني ايه احول منتج او ماده خام اجنبيه غير ذات منشا الى سلعه مكتسبه المنشا. هو ده المعيار الرئيسي لكافه الصناعات النسيجيه، سواء كان غزل، سواء كان منسوجات وقماش، سواء كان ملابس ومفروشات. تحت معيار التغيير الجوهري عندي ثلاث قواعد لازم يعرفها اي مصدر لهذا القطاع. عندي قاعده نسبه المكون الاجنبي وهنشوفها، هنتطرق ليها وحصل فيها تطور في الصناعات النسيجيه. عندي معيار تغيير البند الجمركي، مش بستخدمه قوي في بعض الاجزاء لان هي بتركز اكتر على الجزء الثالث اللي هي العمليات التصنيعيه الصناعات النسجيه، لكن موجود في بعض الفصول. واخر حاجه القيمه المضافه. سريعا معيار المكون الاجنبي اللي هنشوفه خلال العرض او خلال لما نتطرق على الجزء التفصيلي في الصناعات والمنتجات النسيجيه، هو باختصار شديد اشتراط نسبة معينة للمكون الأجنبي لا نتجاوزها. يعني إيه مكون أجنبي؟ يعني مكون من دولة خارج الاتفاق. طبعا زي ما احنا عارفين الصناعة مرتبطة بسلاسل تزويد، في جزء منها بيجي من خارج المنطقة. الهدف الأسمى طبعا إن احنا نعمل تراكم ونعمل سورسنج من داخل المنطقة، لكن ده ما بيحصلش في أي صناعة أو أي دولة في العالم. فعشان كده جزء رئيسي من مكون الصناعة دي بيجي من خارج المنطقة.
فقاعده المكون الاجنبي او value of non-originating material زي ما بيسموها هي اشتراط نسبه معينه للمكون او المدخل الاجنبي لا نتجاوزه، وبيبقى على اساس حساب سعر السلعه تسليم باب المصنع، يعني قيمه الفاتوره اللي طالعه. المكون الاجنبي بصفه عامه شغالين في اطار الاتفاقيات الامم المتوسطيه سعر المصنع. في بعض الاتفاقيات بتشتغل قيمه الانتاج، لكن احنا بنشتغل سعر السلعه تسليم باب المصنع. المثال، وتاني هركز على امثله من هذا القطاع، لو شفنا البنود الجمركيه من الفصل 62 سواء 62 2 و4 و9 و11 اللي هي ملابس السيدات والاطفال، في عندي قاعده اشتراط الاقمشه المستخدمه غير المطرزه لا تتعدى 40% من سعر السلعه تسليم باب المصنع. ده احد القواعد والشروط الاساسيه لاكتساب المنشا لهذه البنود وهذه السلع. تحديدا المعيار ده هنشوفه كتير في الملاحظات التقديميه والملاحظات الهامشيه اللي بتيجي في القواعد التفصيليه لما نيجي هنشرح. معيار تغيير البند الجمركي، وده نادر جدا في هذه الصناعه لان هو بيعتبر من البنود اللي خلينا نقول من المعايير اللي بنقول عليها قد تتضمن عمليات تشغيل غير كافيه، فعشان كده مجرد تغيير البند بينظر له على انه في حد ذاته مش معيار كافي في هذه الصناعه. عارفين طبعا الصناعه حساسه، الصناعه فيها بعد اجتماعي، الصناعه فيها تكاليف، فيها انفستمنتس، فيها مكن، وبالتالي بيشترطوا عمليات تصنيعيه، فبيبقى التركيز على العمليات الصناعيه اكثر من تغيير البند الجمركي، وان كنا نجد هذه القاعده في قواعد الفصول. عندنا مثلا القطن، الحرير 50 51، وعندنا الفصل 52 كمان، تصنع من مواد من اي بند عدا بند المنتج. يعني المواد الخام اللي داخله تكون تحت تصنيف بند جمركي غير تصنيف المنتج النهائي اللي هو خارج. ودي زي ما قلت بنشوفها اكتر في الفصول، في الفصول فقط. لكن اغلب السلع والبنود اللي هي 4 ديجيتس اللي بتيجي تحت الفصول دي بتبقى ليها قاعدة مخالفة لقاعدة الفصل، وغالبا بتكون قواعد تفصيلية، فعشان كده مش هنشوفها كتير ومش هنحتك بيها كتير اللهم إلا في قواعد الفصول المستثنى منها بنود جمركية. نيجي بقى لأهم قاعدة في قواعد الصناعات النسيجية بوجه عام، وهي قواعد المنشأ التفصيلية. يعني إيه قواعد منشأ تفصيلية؟ يعني اشتراط عمليات تصنيعية بعينها لابد من إجراءها على المدخلات حتى يكتسب المنتج النهائي المنشأ بموجب الاتفاقيات الأورو متوسطية. عندنا طبعا زي حضرتك شايفين المثال الشهير، الأقمشة المنسوجة من القطن، البنود الجمركية من 52.08 ل 52.12، شايفين كمية العمليات. طبعا وأنا اعتمدت أجيب المثل ده من القواعد الجديدة، في قواعد جديدة دخلت هنشرحها بعد كده، بس أنا جبت المثل ده لتوضيح فكرة العملية التصنيعية. واغلب منتجات القطاع ده بتخضع للعمليات التصنيعيه اللي هو بنسميه معيار التغيير الجوهري، او ليست رولز او برودكت سبيسيفيك رولز. انا بحاول اترجم المصطلحات على قد ما اقدر، وزي ما حضرتك شايفين اللي ما بحاولش اتدخل فيه في الصناعه فنيا بكتبه باللغه الانجليزيه على قد ما اقدر، بس لما نيجي في الشرح التفصيلي هتبان الصوره. اخر معيار من المعايير دي هو معيار القيمه المضافه. طبعا كلنا نسمع عن القيمه المضافه، ويعني ايه القيمه المضافه؟ بمنتهى البساطه معيار القيمه المضافه هو معكوس معيار الفاليو اوف نون اوريجينيتنج ماتيريالز، او معيار المكون الاجنبي. يعني اذا كنا بنتكلم على سبيل المثال على قاعده، انا جبت لكم معكوس نفس المثل اللي ضربناه في ملابس السيدات والاطفال، اللي هو كانت القاعده بتاعته ان القماش غير المطرز المستخدم يعني الاجنبي لا يتعدى 40%، لو قلبناها تبقى القيمه المضافه المحليه 60%. يعني ايه قيمه مضافه محليه؟ يعني المواد المصريه، مواد المنشا المحليه، زائد تكاليف عمليات التشغيل والتصنيع بما فيها بقى النفقات الاداريه والعماله وما الى ذلك. ملاحظه انا كاتبها بالاحمر في الاخر، انت مش هتشوف المعيار ده خالص خلال العرض بتاع قواعد المنشأ الأورو المتوسطية.
ما بنستخدمش معيار القيمة المضافة، لكن بنستخدم القيمة المضافة عند تحديد إيه اللي تم داخل الدولة، لأن زي ما هنشوف بعد كده مش كل من استوفى قاعدة المنشأ بالضرورة اكتسب المنشأ، هي عملية معقدة شوية بس هنشرحها مع بعض، لأن قد تكون في بعض العمليات القيمة المضافة فيها عالية بلا أي مدخل أو صناعة حقيقية، ولكن رفع القيمة المضافة حتى لو أنا مستوفي المكون الأجنبي اللي هو 40% بنلاقي في الآخر إن أنت ما عملتش حاجة، اللي بنسميها العمليات غير الكافية اللي هنشرحها بالتفصيل. وبالتالي عشان نفهم أول درس دلوقتي، استيفاء قاعدة المنشأ في حد ذاتها مش كفاية، لازم تكون العمليات اللي بستخدمها تتجاوز العمليات غير الكافية، ودي هنشوفها وهنشرحها بعد كده وهنجد. ده مثل سريع للثلاث، ده شكل اللي هنشوفه في قواعد المنشأ التفصيلية أو الليست رولز أو البرودكت سبيسيفيك رولز. لو فتحنا قواعد المنشأ سواء الجديدة أو القديمة الاسطمبة واحدة، بنلاقي في العمود الأول البند الجمركي، واحنا عموما في قواعد المنشأ شغالين أربعة ديجيتس، فصول اتنين وبنود أربعة. العمود الثاني بنشوف الديسكريبشن بتاع المنتج ايه هو، ثالث حاجة القاعدة، رابع عمود المفروض ان هو القاعدة البديلة. لكن في الصناعات النسجية تحديدا والمنتجات الصناعات النسجية مش هنشوف قاعدة بديلة في العمود الرابع، لان كل القواعد البديلة وخصوصا في قواعد المنشأ الجديدة اتكتبت كلها تحت بعض كبدائل وكفرص تصنيعية مختلفة ممكن يختار بينها، فمش هنشوف العمود الرابع تقريبا تماما في منتجات هذا القطاع. ده شكل الجدول اللي هنشوفه، لازم يكون قدامنا، لازم نحدد ايه هو البند الجمركي، الديسكريبشن مش كفايه، ونشوف العمليه التصنيعيه بتاعته. اخر معيار، معيار تراكم المنشا، وهنجيله بالتفصيل بعد كده، بس لابد من الاشاره ليه، لانه احد معايير اكتساب المنشا. بطريقه عمليه وبسيطه، الاتفاقيات الاورو متوسطيه سواء البروتوكولات المطبقه حاليا او التطورات بتاعتها الجديده بتتكلم على انواع مختلفه من تراكم المنشا. يعني ايه تراكم منشا؟ يعني ان انا لو جبت مدخل سريعا جدا، لو انا جبت مدخل اوريدي مكتسب المنشا، اللي هي كلمه ماتيريال او ماتيريالز اللي هنلاقيها دي دايما بتشير لمدخل، ولما تيجي لوحدها ماتيريالز في البروتوكول معناها مكون اجنبي. لما احب احدد انه مكتسب المنشا بقول originating material، فدي لازم برضو من احد المصطلحات في قراءه البروتوكول نبقى متعودين عليه. فانا لو جبت material او originating material من دوله من الدول الاطراف، خلاص بيعتبر ان ده مكون مصري، ومش شرط اجري عليه عمليات جوهريه، بل ممكن ما اجريش عليه عمليات خالص اللهم الا بعد العمليات البسيطه، وبالتالي يعتبر ذو منشا، لانه اوريدي الماده الاساسيه اكتسبت المنشأ ولا تدخل في حساب مكونات أجنبية، وده اللي بنسميه في عرف اللي شغالين في المنشأ مبدأ التجاوز. خلاص ما دام اكتسبت المادة الأساسية المنشأ، فبالتالي ما برجعش أدخلها في حساباتي تاني. هنيجي للتطورات اللي حصلت في المنشأ، لكن لابد من الإشارة سريعا لأهم المعايير دي اللي لازم تكون في ذهننا لو حبيت أستفيد بأي ميزة أو أصدر قبل ما أطلع الشهادة، أنا عملت إيه وما عملتش ايه. طبعا دي الشروط اللي ازاي نطبق تراكم، فكره التراكم الاورو متوسطي، وبرضه هربط بصناعه الملابس والمنسوجات والغزول على قد ما اقدر. بتشترط ثلاث حاجات، اولا وجود اتفاقيه تجاره حره، ودي اللي شرحناها في مقدمه البرزنتيشن، مجموعه الدول اللي انا داخل معاها في اتفاقيات. ايه هي؟ الخمس بلوكس او الخمس تكتلات اللي انا داخل معاهم، اللي هم الاتحاد الاوروبي، الافتا، تركيا، اغادير، وريسنتلي اليو كي بشروط. طبعا اليو كي مش موضوع معقد شويه وعايز قاعده لوحده، بس داخله معانا في شروط التراكم مع محاذير معينه. الشرط الثاني، لازم يكون بروتوكول قواعد منشا مطابق تماما، وهو ده صلب البرزنتيشن بتاعت النهارده، ليه احنا غيرنا قواعد المنشا؟ ببساطه لانها ما كانتش متطابقه، وبالتالي كانت فرص التراكم فيها قولان.
فكان من الضروره بمكان ان احنا نعيد النظر في قواعد المنشا عشان تبقى كلها ايدنتيكال رولز، يعني متطابقه تماما في كافه الاتفاقيات. طبعا النشر في الجريده الرسميه للاتحاد الاوروبي والاعلان اللي هو اللي حضراتكم شايفينه ده. انا من خلال الجدول ده اللي بينشر ويحدث دوريا من الاتحاد الاوروبي، طبعا بيحدث في حاله حدوث جديد، يعني اذا دوله وقعت مع دوله اتفاقيه وتبنت بروتوكول قواعد المنشا، في الحاله دي بيتحدث الجدول، بنشوف صف راسي في اختصارات الدول وصف افقي في نفس الدول اللي بالاحمر دي مصر. لو بصينا مثلا على سبيل المثال هنلاقي مصر مثلا موقعه مع الاردن، مصر موقعه مع تونس، وبنمشي بنفس الطريقه بنشوف مين ماضي مع مين، وده بيبين لي حاجتين. رقم واحد، مين اللي اقدر اطبق معاه التراكم؟ رقم اثنين، ايه شكل التطور الحادث في المنطقه من حيث سلاسل التزويد؟ نيجي للجزء اللي انا اتكلمت عنه، انك مش شرط انك استفيد القاعده تبقى انت اكتسبت المنشا. هدي حضرتك مثل بسيط، وان كان لا مش بعيد كمان، هو مثل من قلب الصناعه. هنفترض ان انت جبت مثلا قماش جاهز من الهند، حضرتك غسلته ونظفته صبغته غلفته، كل دي عمليات لا تكسب المنشا. حتى وان كان مثلا على سبيل المثال مجرد دهان يتغير من بند لبند، انت استوفيت قاعده تغيير بند الجمركي، لكن استيل ما عملتش عمليه كافيه. كام تكلفه الدهان ده من اجمالي القماش المستورد؟ هنا بتيجي لعبه القيمه المضافه. من ضمن العمليات طبعا ركزت فيما يخص الصناعات النسجيه، لازم ناخدها بعين الاعتبار، وانا متاكد ان صناعه ضخمه زي دي ما بتقومش على العمليات الغير الكافيه اللي منصوص عليها في الاتفاق. بنتكلم على زي ما قلت عمليات حفظ المنتجات اثناء النقل والتخزين، سواء في درجات حراره، في كبس، في ضغط، ايا كانت الطريقه، كي وضغط المنسوجات، الغسل، التنظيف، ازاله الاتربه والاكسده، طلاء، التجميع والتفكيك، سواء بجمع اجزاء قماش، سواء بفككها او بقطع الرول القماش، دي بتسمى عمليات بسيطه. الليبلينج، وضع العلامات والماركات، دي كلها عمليات في حد ذاتها لا تكسب المنشا احدها او مجمع. يعني لو عملت كل اللي موجود في الماده من عمليات غير كافيه ايضا لا تكسب المنشا حتى لو استوفيت القاعده الاساسيه. فدي من النقط المهمه اللي لازم الصناعه تاخدها بعين الاعتبار. دي كانت المقدمه اللي لازم نعرفها، اساسيات انا بشتغل ازاي في المنشا، ايه القواعد، ازاي اكتسب المنشا، ايه اللي اعمله، ايه اللي اتلافاه في الصناعه بتاعتي حتى لا احرم من ميزه ممنوحه في الاتفاق، وحتى لا يرجع علي بالتحقق بموجب الاتفاق، وبالتالي بتدخل بعد كده خط احمر او بيسموه الريد لاين في الريسك اسسمنت، ويتم تتبعك بعد كده في الصدر. نيجي للجزء بقى البدايه الحقيقيه لعرض اليوم، بنتكلم عن المعاهده الاقليميه الجديده للمنشا الاورو متوسطي، ده الاسم الكبير اللي استبدلت بيه كل بروتوكولات قواعد المنشا. احنا قلنا عايزينها تبقى موحده، ما عادش في بروتوكولات ثنائيه ملحقه باتفاقيات ثنائيه. الاتفاقيات ظلت ثنائيه، البروتوكولات كلها اتلمت في معاهده اقليميه واحده لكافه الاتفاقيات، وده الجديد. وهنعرف قواعد انتقاليه يعني ايه وليه انتقاليه. ببساطه شديده، ليه معاهده اقليميه؟ انا كان عندي مشاكل في اداره بروتوكولات قواعد المنشا وبما فيها قواعد المنشا التفصيليه وفي الصلب منها الصناعات النسبيه. مشكله كان عندي اختلاف ما بين البروتوكولات، مشكله كان في بعض والمثال الشهير صحيح هو مش في الملابس والمنسوجات، لا لكن في مثال تاني في الملابس والمنسوجات خليني اركز عليه، بلاش امثله بعيد عن الصناعه. على سبيل المثال اتفاقيه اغادير، كان في مجموعه من الدول اللي هم تونس والمغرب في بروتوكولاتها مع الاتحاد الاوروبي احكام غير اللي موجوده ما بين الاتحاد الاوروبي وتونس ومصر اللي هم الطرفين التانيين في اتفاقيه اغادير، اللي هو على سبيل المثال تراكم المنشا، التراكم الكلي او الكامل، عفوا الكلمه الادق هي الكامل، هنعرفه بعد كده. فكانت احكام الاتفاق ما بين دول المغرب العربي والاتحاد الاوروبي بتتيح لي عمليات ابسط في تشغيل قطاع الملابس والمنسوجات، كانت محرمه على
مصر والأردن، لأن هي بتطبق فقط التراكم الإقليمي وليس الكامل. وبالتالي كان من الصعب إنك تاخد تطبق عمليات تشغيل في الأردن ومصر على منتجات الغرض منها تصدير الاتحاد الأوروبي، لأنه سامح فقط لدول المغرب العربي. ومن هنا جه الاختلاف في البروتوكولات. قس على ذلك طبعا السكر، كان في حاجات المنتجات الزراعيه والزراعيه المصنعه ما بين شرق اوروبا واحنا، الاتحاد الاوروبي عنده حساسيه شويه في السكر، زي ما عنده كوتز معينه في الملابس والمنسوجات، بيقسم سوقه مين اللي يستورد من مين عشان ما يزعلش حد. فبالتالي جت لخبطه البروتوكولات دي، فدي احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتنا نغير البروتوكولات لمعاهده اقليميه واحده جديده. تاني حاجه، كان علشان تتعدل بروتوكول لازم ترجع لكل البروتوكولات تعدلها الدول اللي عايز تعمل تراب، فده كان بيعمل عمليه طويله جدا في التعديل، كان بيخلق تعقيد ما بين الدول، تعقيد في الجهات التنفيذيه في الجمارك، اختلاف بروتوكولات واختلاف اتفاقيات مع ان هم نفس المنطقه، فكانت بتعمل شوشره شويه، سواء القانونيين او الشارحين او اللي شغالين في المجال او الصناعيين او المصدرين او الجمارك كجهات تنفيذيه. رابع حاجة أو ثالث حاجة، عملنا إدارة للاتفاقية، بمعنى إن بدل ما نبقى في أسوسيشن كونسل ما بين كل، أو مجلس مشاركة عفوا ما بين كل، في كل اتفاق يدير بروتوكول المنشأ، نقلناه لحاجة اسمها لجنة مشتركة أو جوينت كوميتي بتدير المعاهدة الإقليمية. وبالتالي جت من هنا فكرة المعاهدة الإقليمية الجديدة للمنشأ. مصر صدقت على الاتفاق، على المعاهدة في 2013. الملاحق اللي بنتكلم عليها النهاردة التفصيلية أقرت فقط في 2019، بنتكلم على خدت مفاوضات 8 سنين وإلى الآن لم تطبق، يعني داخلين في حوالي 10-11 سنة من تاريخ إعلان المفاوضات في 2001، تحديدا فبراير 2001. علشان الصورة تبقى كاملة لحضراتكم، ليه اللعبة دي والكلام اللي أنا قلته دي، دي كانت الصورة بالظبط، دي كانت الصورة في المنطقة الأورو متوسطة. كل مجموعة الدول، طبعا مصر مش ماضية مع كل دول، بس أنا بديكم مثل الشبكة اللي بنسميها في التجارة السباكيتي، هي دي السباكيتي اللي كانت بتعمل لخبطة، في سباكيتي كده داخلة ببعض، بروتوكولات مختلفة، أحكام مختلفة، وبالتالي انت كنت عايز تعرف مين بيطبق قواعد ايه مع مين علشان تعمل تراكم، فده كان بيخلق نوع من المشاكل. الكلام ده كله اتغير دلوقتي وبقى بالشكل ده، بقى اكثر تنظيما، كل الدول الموقعه اتفاقيات بقى بتصب في معاهده واحده موجوده، وبالتالي انت محتاج بس تمضي مع دوله او اقليم او تكتل وهتبقى نفس القواعد اوتوماتيك، وهتطبق عليك نفس الاحكام، وبالتالي سهولة تطبيق تراكم المنشأ. طبعا تراكم المنشأ من أكبر المستفيدين فيه هو قطاع الصناعات النسبية بلا منازع، يليها الصناعات الهندسية. هذا القطاع بيعتمد على تزويد، على سلاسل تزويد، بيعتمد على مكونات سواء من المنطقة أو من بره، بيعتمد على عمليات تشغيل، وبالتالي التراكم هو في صلب هذا الموضوع. ده فيما يخص المعاهدة عفوا. نيجي بقى يعني ايه قواعد انتقالية. ببساطة شديدة المعاهدة لما جينا نتفاوض عليها، يعني هي في مراحلها دلوقتي، مش كل الدول اجمعت عليها، في دول اقرت الاحكام او البروتوكولات، عفوا هو بقى بروتوكول، مش وبلاش كلمة بروتوكول، هو بقى هيقول الاحكام بتاعة المعاهدة الاقليمية اللي هو الملحق الجزء الثاني منها. المعاهده الاقليميه اللي صدقت عليها مصر في 2013 دي التكست اللي هو بينظم اداره الاتفاقيه المشاركه فيها، لكن الجزء الثاني اللي هتكلم عنه النهارده بما فيه احكام عامه وتفصيليه، دي بنسميها ملاحق المعاهده، ما عادتش بقى ملاحق الاتفاقيه او البروتوكول، بقى اسمها ملاحق المعاهده، بقت في حد ذاتها معاهده. ليه بقى قواعد انتقاليه ولازم ناكد على انها انتقاليه؟ لأن في مجموعة دول ارتضت بقواعد المعاهدة ببساطة شديدة، مش هندخل في تفاصيل، وفي مجموعة دول لم ترتضي وإلى الآن في نزاع على الأحكام اللي انتهت عليها ملاحق المعاهدة الإقليمية. فكان القرار بمنتهى البساطة، طب يلا نعمل فترة انتقالية، من هنا جت كلمة انتقالية، الدول اللي اتفقت تطبق فيما بينها
الدول اللي ما اتفقتش تطبق القديم، وهنا بس المعضله اللي هيخلقها الانتقال للقواعد الجديده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مصر على سبيل المثال وافقت على الملاحق والتعديلات الجديده، هتطبقها مع الدول اللي وافقت، على سبيل المثال مثلا تركيا، عندي الافتا، عندي دول الاتحاد الاوروبي، باقي الدول مثلا دول المغرب العربي، تونس، المغرب، وهم دول الدولتين اللي لسه اللي داخلين معايا في اتفاقات. طبعا مش هقطع التجاره معاهم ولا الاتفاقيات منطقه التجاره الحره اللي ساريه معاهم، فهطبق القواعد القديمه. عشان كده انا همشي في المسارين مع بعض، هطبق القواعد اللي انا بطبقها حاليا مع الدول التي لم ترتضي بعد الاحكام الجديده، وهطبق الجديد مع اللي ارتضاها واوريدي اقرها. باختصار شديد عشان ما نعملش اي شوشره، مصر الى الان لم تطبق القواعد الانتقاليه، لسه بنطبق القواعد الحاليه سواء احكام عامه او تفصيليه، و سواء مع الدول اللي ارتضت او لم ترتضي، لان ما فيش قرار اتخذ في مصر الى الان لاقرارها وبدايه تطبيقها. ليه وامتى؟ دي مساله شويه بتاخد وقت، بيتدخل فيها البيروقراطيه شويه، بيتدخل فيها الانتهاء من حملات التوعيه اللي احنا مشغلينها قبل ما نبدا، لكن في جميع الاحوال لن يتم اي تطبيق بلا اشعار من وزاره التجاره، سواء للمشغلين الاقتصاديين، المصدرين، الجهات المنفذه الحكوميه، وبوقت كافي. فكل اللي هنقوله ده لسه ما اتطبقش، هو هيتطبق، بس لسه الى الان القواعد الحاليه، مش عايز اقول القديمه، هي الساريه. نخش بقى على القواعد وايه اللي حصل فيها. نبدا بالاحكام العامه. عندي خمس تطورات رئيسيه، في بعض التغييرات انا مش هاخد وقت كبير فيها، مثلا زي الانسفيشنت او سفيشنت وركينج اور بروسيسنج، اتضاف فيها بعض العمل يعني حاجات بسيطه، لكن خلينا نروح ناحيه الجوهر. اهم التعديلات اللي حصل، التعديل اللي حصل في اثبات المنشا، شهادات المنشا حصل فيها تغيير جذري، خلينا اقول جذري وهو فعلا جذري. التغيير الثاني في الاحكام العامه حصل في تراكم المنشا، دخل نظام التراكم الكامل اللي انا لسه شارح ان كان في اختلال ما بين الاتفاقيات، ان في دول بتطبقه ودول لا، تحديدا دول المغرب العربي والافتا كانت بتطبقه، لكن دول المشرق العربي وباقي الدول ما كانتش بتطبقه. مصر حاليا او خلينا نقول دخل في القواعد الجديده. التوليرانس رول او زياده نسبه السماح، ودي حاجه مهمه جدا، اترفعت من 10 ل 15% زي ما نفهم، مع ملاحظه هامه لهذا القطاع حصل في هذا القاعده، اللي هو قطاع الصناعات النسبيه والملابس والمنسوجات. قاعده النقل المباشر اتغيرت باسمها الالتريشن، هنعرف ازاي. والسماح برد رسوم او الدروباك حصل فيه تغيير، نمسكهم واحده واحده. اثبات المنشا، كلنا عارفين لما كنا بنروح نصدر الاتحاد الاوروبي او اي من الدول الاوروبيه المتوسطه، كان يقول لك عندك عايز شهاده يورو 1 ولا يورو، وعارفين شروط دي ايه وشروط دي ايه. يورو 1 علشان بس فاينل ديستنيشن ومفيش تراكم، فبتروح بتطلع للي ما تطبقش في تراكم في المنطقه، وبتروح الفاينل ديستنيشن اللي مكتوب في الشهاده، عكس اليورو ميد. اليورو ميد طبعا كل ده مطبق حاليا ولا زال مطبق. اليورو ميد ببساطه شديده، لو انا بعمل تراكم، الميزه الثانيه فيها ان هي ما بتقفش في الفاينل ديستنيشن، يعني لو انا بصدر لالمانيا ومطلع يورو ميد، حتى لو مفيش تراكم، من حق البضاعه بتاعتي تلف جوه دول الاتحاد الاوروبي، مش بس جوه دول الاتحاد الاوروبي، جوه دول الاتحاد الاوروبي وكل الدول الاوروبيه المتوسطيه اللي انا موقع معاها تتبنى نفس البروتوكول. الكلام ده اتلغى وبقى شهاده واحده. هل معنى ده ان التراكم اتلغى؟ لا، التراكم ما اتلغاش، الشهاده هي اللي اتغيرت بقت يورو 1. التراكم لسه موجود بس هيتكتب في الخانه 7 الخاصه بالملاحظات في شهاده اليورو 1، بدل ما كانت الخانه 7 القديمه اسمها كوميوليشن ابلايد وذ، وبتكتب الدوله اللي انت عملت معاها التراكم، اور نو كوميوليشن ابلايد، وبتعلم عليها في حاله عدم وجود تراكم. ففي الجديد التراكم بقى في خانه 7 الخاصه بالملاحظات في اليورو 1، لكن القاعده العامه ان ما فيش تراكم، يعني كان التوجه في المفاوضات ما تكتبليش التراكم، خلاص ما دام الشهاده طالعه في المنطقه ورايحه المنطقه، ما يهمنيش مين جايب ايه ما دام اكتسبت المنشأ. اختلفت الدول، مصر كانت من الدول اللي طلبت ان هي علشان لاغراض التتبع والتراسابيلتي زي ما بيقول، لازم اعرف مين جايب ايه منين
وقالوا الدول اللي عايزه تنص على التراكم تتحط في ملحق خاص منها مصر. يعني لو حضرتك هتتراكم لازم تكتب التراكم كمصري، او لو هتستورد سلعه تم عليها التراكم برضو كمستورد مصري لازم هتكتب عليها التراكم تم معاه. ده بموجب المعاهده. نخلي بالنا ده المعاهده النهائيه، الاحكام الانتقاليه بتخضع للتفاهم ما بين الطرفين، ودي نقطه مهمه لازم نتفق عليها، ان هي قواعد انتقاليه وبتطبق ثنائي، وبالتالي ممكن يحصل فيها بعض التعديلات، وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل فيها في التعديلات. طبعا الهيئه العامه طبعا هي اللي بتصدر الشهاده، وحضروا معانا وعارفين ان الشهادتين اتلغى وبقى شهاده واحده طبعا في حاله ما اذا طبقت القواعد الانتقاليه. خلاص ما بقاش في يورو ميد، بقت هي شهاده واحده يورو 1، ودي الخانه اللي هي الملاحظات اللي كان بيتكتب فيها كوميليشن ابلايد ونو كوميليشن ابلايد. خلاص بقت هي شهاده اليورو 1 فقط. نيجي للتغير الجوهري الثاني. ببساطه المطبق حاليا هو التراكم الاقليمي او الدياجونال كوميليشن زي ما بيسموه. مصر حصلت على التراكم الكامل في قواعد المنشأ الجديده. كانت مصر محرومه وكانت بتطالب دايما في الاجتماعات مع الاتحاد الاوروبي اشمعنى احنا ما بنطبقش تراكم كامل لدول المغرب العربي فقط. حصلنا بموجب المعاهده الاقليميه والقواعد التفصيليه الجديده الاحكام العامه في الملاحق على التراكم الكلي. الفرق بين الاثنين سريعا طبعا، وهسيب مجال طبعا اللي عايز مزيد من التزود طبعا في الاسئله لو حابين ندخل اندب. الفرق بين التراكم المطبق حاليا والتراكم الكامل هو في صالح الصناعات المنتجات النسيجيه، بمعنى ان التراكم المطبق حاليا هو تراكم مواد. يعني بتراكم القماش لازم يكون مكتسب المنشا فانا اخده واكمل عليه واعمله هدوم، يبقى انا كده، او الغزل مكتسب المنشا مثلا من المغرب انا اجيبه واعمل عليه قماش كده خلاص اكتسب المنشا. يعني ايه ماتيريال؟ ماده جبتها غزل، ولازم السلعه الاساسيه تكون مكتسبه المنشا. الفرق ما بينه وما بين التراكم الكامل ان التراكم الكامل تراكم عمليات وليس مواد. مثل سريع، بموجب القواعد الجديدة القماش تسهل شوية زي ما هنشوف بعد كده، ممكن أجيب غزل مفرد. كان قبل كده ما ينفعش أبدأ، كان لازم من قبل الغزل من الفايبر، دلوقتي ممكن أبدأ من الغزل بشروط مع عمليتين تجهيزتين. دلوقتي ممكن أجيب الغزل نهائي تام بلا عمليات تجهيزية، خلاص استوفى كل حاجة في المغرب، واجيبه عندي في مصر اكمله اقلبه قماش على طول، بس مجرد نسج فقط، عمليه تحويل واحده بلا عمليه تجهيز. يبقى العمليتين تموا في المغرب، عمليه تحويل جوهري تمت عندي في مصر، كده اكتسب المنشأ. او في حاله الطباعه بجيب قماش بطبعه بس مستوفي بطبعه بس، واذا كنت ببعته حته يتصبغ ولا حاجه خلاص. فمجموع العمليات ده بيسمى التراكم الكامل، وده النوع الجديد من التراكم. مش عايز يعني اقول حاجه محبطه، بس هو مستثنى من، مع انه هو اكثر قطاع هيستفيد من التراكم الكامل هو قطاع الصناعات النسجيه، لكنه مستثنى من تطبيق التراكم الكامل في اطار المعاهده الاقليميه. لكن يعني بمعنى ايه مستثنى؟ بمعنى انه مش مفتوح اقليميا. يعني اوبا مش خلاص اول ما بدانا نطبق المعاهده التراكم الكامل اللي اتفتح، لا لازم تدخل في تفاهمات مع كل دوله لتطبيقه. وده دورنا بقى كوزاره التجاره طبعا بالتعاون مع القطاع الخاص، وبدايه تطبيق القواعد الانتقاليه نبدا نتكلم مع كل دوله لازم نفعل التراكم الكامل، وخصوصا مع الدول القويه في هذه الصناعه او المزوده او اللي عندها عمليات تشغيل وتجهيز قويه تقدر تفيدني في مصر واقدر اكمل عليها وحرك حركه الانتاج والصادرات في اطار التراكم. ده باختصار شديد الفرق اللي حصل المطبق حاليا في التراكم واللي هيبقى موجود في التراكم الكامل. طبعا بما اننا استحدثنا نظام جديد فبالتالي في وثيقه جديده ظهرت هي اسمها سبلايرز ديكليريشن. المغرب العربي سموها اقرار المزود، المشرق بيسميها اقرار المورد، ايا كان
هي ليست، يعني عشان نبقى فاهمين، هي مش مستند إثبات منشأ، هو ببساطة شديدة هو مستند تتبع حركة السلعة إلى أن تستوفي المنشأ. زي ما قلنا بنجيب مثلا الغزل من المغرب، بأرفق معاه ورقة بقول والله ده غزل طالع من المغرب، البند بتاعه كذا، قيمته كذا، ورايح مصر يعمل عمليات كذا وكذا حتى يكتسب المنشأ. في النهاية تماما بعد ما بخلص الكلام ده كله، بروح جاي مطلع له شهادة المنشأ اللي هي يروى. اللي عايز أقوله بس إن سبلاي، وأكد عليه، سبلايرز ديكلاريشن ده مش وثيقة إثبات منشأ، ده وثيقة تتبع لعملية التراكم الكامل. ده شكله اللي هو ده اللي هيبقى الوثيقة الجديدة اللي هترافق في عملية التراكم الكامل. طبعا هيبقى فيه أعداد تفصيلية خاصة بهذا المستند، سواء مع الجهات المصدرة، هو عموما ملوش جهة مصدرة، هو اللي بيصدره هو المورد أو المزود أو اللي بيطلع المنتج أو المدخل علشان تتم عليه عملية. لكن طبعا بيمر تحت رقابة الجهات التنفيذية زي الجمارك، وبيدخل تحت أي نظام، سواء الإفراج المؤقت أو السماح أو أي نظام من الأنظمة الجمركية، حتى يتم استيفاء باقي العمليات، وفي النهاية يطلع له شهادة المنشأ أو إثبات المنشأ. سريعا كده بكتب فيه الديسكريبشن بتاع الجودز بتاعتي، غزل جاهز، غزل خام ما تمش عليه، غزل مفرد ما جرش عليه أي حاجة، أو غزل مصبوغ أو تم الصنع وات ايفر. وبتكلم على إيه المدخل، هو بدأ منين؟ يعني الخانه الثانيه اللي بتتكلم عن description of non-originating materials use، انت بدات منين؟ يعني ماشي، انت جايبه لي غزل مثلا مظبوط، طب انت بدات، انت جبته فايبر ولا بدات من غزل؟ هي دي التتبع، فكره التتبع بتاعه التراكم الكامل. وبكتب الاتش اس كود بتوعه، واكتب القيمه بتاعته. القيمه زي ما قلنا لاكثر من سبب، بحدد ايه القيمه المضافه، بحدد ايه العمليات اللي تمت عليه، وبالتالي استوفى المنشا ولا لا. هي دي الوثيقه الجديده اللي هترافق عمليه التراكم الكامل. زمان في اليورومت كنت بكتب كوميليشن ابلايد، خلاص الراجل بيصدقني. ليه؟ لان اوريدي الماتيريال جايه مستوفيه المنشا، انا مش محتاج اثبت ده. لكن هنا في عمليات بيتم تتبعها حتى النهايه. طبعا اللي عايز اقوله في الجزء ده، طبعا انا مش خبير في الصناعه، لكن من ملاحظاتي المحدوده واختلاطي طبعا مع قطاع الاعمال والمصدرين، وحتى مع الدول اللي عندها خبره، تطبيق هذا النوع من التراكم نادر جدا ومحدود جدا. ليه؟ لأنه مرتبط بكيانات وشراكات تصنيعية كبيرة. يعني حضرتك إذا ما كنتش هتدخل في شراكة مع مزود بصفة مستمرة، أنت بتعمله المنتج النهائي أو أنت بتزوده بعمليات تشغيلية هو بيكمل عليها ولفترات طويلة، مش هيفيدك أو النوع ده من التراكم. خلينا واقعيين. سواء يعني انا اتكلمت مع التوانسه في حاله او اتنين اللي حصلت في تاريخ تطبيقهم مع الاتحاد الاوروبي، شركه او شركتين بس اللي شغالين على هذا النوع، وغالبا بتبقى شركات ضخمه قايمه على سلاسل التزويد وقايمه على الديمومه وقايمه على عقود طويله الاجل وشراكات اقتصاديه وصناعيه. فلازم نفكر ايه الشراكه اللي انا هدخلها، هو مش بس ان انا هستفيد منه بس على طول، لا، هيت اند ران مش هينفعك، هو مطلوب منه شراكات طويله. عشان كده جنب السبلاير ديكلاريشن، وانا بعتذر لان كان في نوع تاني من السبلايرز ديكلاريشن ما لحقتش بصراحه احطه، اللي هو لونج تيرم سبلايرز ديكلاريشن. دي بتيجي مع الشحنه، السبلاير ديكلاريشن ده بيجي مع الشحنه، اللونج تيرم سبلايرز ديكلاريشن ده بيستمر لمده حوالي عام. يعني لو في شراكات زي ما انا قلت تزويد مستمر، بيبقى واحد طويل الامد، اعلان مزود طويل الامد، باخده عني، باخده معايا وبعد اخصم بقى، اقول اه والله ده انا مثلا يعني انا 100 طن غزل جاي، فبتقعد تدريجيا تقول وصلت ادي 2، ادي 10، ادي 15، بغطي الديكليريشن بتاعي بيغطي سنه كامله لو في تزويد مستمر ولو في شراكات ولو في عقود طويله الامد. هو ده نوع الوثيقه المطلوبه واحد التغييرات الجوهريه في القواعد الانتقاليه. نيجي لحاجتين تانيين او ثلاثه فاضلين، سوري معلش هرجع تاني. الدروباك كان محظور تماما،
نسيت اقول التراكم الكامل. انا قلت في محاذير شويه على قطاع الملابس والمنسوجات من 50 ل 63، لكن في باقي القطاعات هو مفتوح معلوش اي محظورات طبقه كما شئت. لكن تاني ارجع اقول استخدامه محدود جدا، وفي بعض القطاعات mainly منتجات القطاع الصناعات النسيجيه والسلع الهندسيه اكبر مستفيد من هذا من التراكم الكامل. يجي بعدين الكيماويات والمواد الغذائيه. التغيير الثاني اللي حصل في دروباك، كان في عندي قاعده شهيره قوي في القواعد أو سوري انا بستخدم دايما الماضي ثم ما زال مطبق. انا عشت خلاص في دور ان احنا بدانا نطبق الجديد. في حاجه اسمها نو دروباك رول، يعني عدم السماح او حظر السماح برد الرسوم الجمركيه. الكلام ده مطبق حاليا، وكانت مصر عشان تستفيد منه بتقدم طلب سنوي لمجلس المشاركه المصري الاوروبي، من فضلكم اسمحوا لنا السنه اللي جايه نستفيد من الدروباك، وكان بيجدد سنويا. في الجديد بقى ان هو اتفتح خلاص من حقك ترد الرسوم الجمركيه، وده كان من احد المواد اللي عليها مفاوضات شديده جدا. لكن تاني نرجع لان قطاع الملابس والمنسوجات عليه شويه قلق، عليه حساسيه صناعيه، عليه بعد اجتماعي، عليه تزويد. فاستثنوا الفصول من 50 ل 63، لكن تاني زي ما قلنا في التراكم الكامل هو بيخضع للمراجعات الثنائيه مع كل دوله. يعني اسوأ السيناريوهات ان احنا مع الاتحاد الاوروبي هناخد السماح ده سنوي او هنفتحه. في المعاهده الاقليميه هنا في غموض في النص، فتحت لمصر وتونس والمغرب والاردن السماح برد الرسوم الجمركيه. في القواعد الانتقاليه الكلام بدا يتغير، يقولوا طيب احنا في انتقالي لسه ما وصلناش المعاهده، طب ناكله شويه. ففي كلام واخذ وعطى عليه زي ما بيقولوا عندنا، فالموضوع ما حسمش الى الان، بس هو ساير في اتجاه ان هذا الحظر هيلغى سواء كمعاهده او سواء كتفاهمات ثنائيه على الاقل مع الشريك الاكبر اللي هو الاتحاد الاوروبي. لما تبدا خلينا نقول الاجتماعات معاه بغرض تطبيق القواعد الانتقاليه. لكن للامانه انا حبيت اعرض الصوره بمنتهى الامانه برضو عشان يبقى في ذهننا ما نجيش بعد اول ما نطبق نقول طب هو فين انا ارد الرسوم على المدخلات المستورده ولا لا فتفاجئ. فهو كان لامانه العرض نقول لسه الجزء ده عليه كلام شويه في القواعد الانتقاليه او المعاهده. قاعده السماح اللي بنسميها التوليرانس رول. التوليرانس رول دي باختصار هي بتطبق فقط على قاعده تغيير البند الجمركي اللي هي تشينج اوف تاريف هيدنج. يعني ايه؟ القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول مثلا بالمثل اللي انا ضربته مش متذكر كان الفصل كام، اعتقد كان 62 على ما اذكر، اللي هي قاعده الفصل، كانت بتقول يصنع من مواد، من اي مواد ما عدا من صن عفوا صنع من اي مواد من بند جمركي عدا بند المنتج. قاعده السماح معناها ايه؟ رغم هذا الحظر على اني استخدم مدخلات من نفس البند الا اني ممكن استخدمها بنسبه دلوقتي 10% في القاعده الجديده 15%. يعني مثلا المثال الشهير الغزول، لو انا عندي ولو ان الغزول تحديدا والاقمشه فيها طفره عن ال 15% زي ما هنشرح التفصيل بعد كده. تاني من اكبر القطاعات استفادت من السماح. يعني على سبيل المثال لو انا مسموح لي في خليط في حاجه اسمها ميكشر اوف يارن او 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 تكستايل في الصناعه، انا قريتها وانا بحضر البرزنتيشن. لو انا بستخدم كذا غزول مع بعض في تصنيع او كذا نوع من الغزول من الصناعي او طبيعي ما اعرفش، على قد معلوماتي في الصناعه هو سمح لي في بعض الحالات اوصل ل 30% مكون اجنبي. يعني اذا كانت الصناعه بيشترط عليا ان الغزل يتم عني، قال لي ومع ذلك ما تغزلش هات 30% اجنبي. فدي كانت احد التوسعات الشديده في قطاع منتجات الصناعات النسيجيه، وهنيجي بالتفصيل ليها، بس انا حبيت المح بيها لان القطاع فعلا استفاد بنسبه كبيره.
طبعا ودي احكام خاصه يعني تاني، لان السمه الغالبه على صناعه قطاعات النسيجيه هي عمليات تفصيليه وليس تغيير بند جمركي، ومع ذلك هنشوف ازاي دخل فيها نسب سماح اعلى اللي هي 20 و30 لما نيجي لشرح القواعد التفصيليه الخاصه بالمنتجات الصناعات النسيجيه. هنا القاعده اللي بنسميها دلوقتي النقل المباشر اللي هي الدايركت ترانسفير بقت نون التريشن. الفكره في النقل المباشر في البروتوكولات المطبقه حاليا لابد للسلعه ان تنتقل مباشره من بلد التصدير العضو في الاتفاق الى بلد الاستيراد العضو ايضا في الاتفاق، يعني الطرفين في الاتفاق لازم تنقل البضاعه منهم مباشره. لو لم تنقل مباشره في محاذير بقى، ان انت لازم تجيب لي مستندات وتثبت لي ان البضاعه اللي عدت على طرف ثالث ما تلعبش فيها، يا اما بمستند يا اما بجواب من جمارك الدوله الثالثه ان البضاعه دي دنتها زي ما هي وما تلعبش فيها. وده ما بيحصلش، ما حصلش في تاريخ العمل في وزاره التجاره ان دوله غير عضو في الاتفاق طلبنا منها جواب وبعتته. هو ايه اللي يجبر دوله غير طرف ان هي تبعت جواب يشهد بصحه المنشا لاطراف في اتفاقيه هي مش عضو فيها؟ فكان الكلام مش منطقي. فانتقل المفهوم من مفهوم النقل المباشر لمفهوم عدم التلاعب او عدم التغيير لو الترجمه دقيقه. يعني بدل ما قلنا لابد ان تنقل البضاعه مباشره من الدوله الطرف الف الى الدوله الطرف، بقيت بقول لابد من ضمان ان البضائع المنقوله ظلت كما هي على حالتها ولم يتم التلاعب او تغيير هذه. بس ده ازاي؟ حتى لو عدت بطرف ثالث بجيب مستند شحن مباشر وعدد لي مجموعه المستندات، ودي اكتر معني بيها الجهات التنفيذيه، لكن لازم نقولها للقطاع الخاص عشان ياخد باله منها. لان طبعا طبعا لو مرت بطرف ثالث بره المنطقه لازم تبين الاسباب ليه مرت بطرف ثالث وازاي انه ما تمش التلاعب فيه، ودي عبء الاثبات فيها بيحصل اكتر على المستورد والمصدر والشاحن، هما اللي لازم يثبتوا ان هذه البضاعه ظلت كما هي، سواء عن طريق وثيقه شحن واحده متتبعه خط السير من الخروج للوصول ديليفري نوت او اي مستند تاني ممكن تطلبه الجمارك. ليه فكره تغيير النقل المباشر لفكره عدم التلاعب؟ حقائق التجاره اثبتت بطلان عمليه النقل المباشر. اغلب الشركات الكبيره عندها مخازن في دول تانية، كتير جدا بتجيلنا فواتير بضاعه بتنشا اوروبي وشهادتها طالعه من اوروبا لكن فاتورتها مثلا طالعه من دبي والشحن جه من دبي. المخازن بتبقى في مناطق معينه بره المنطقه، التصدير بيتم وان كانت ضلت في مخازن هناك لم يتم التلاعب فيها. هنا بقى لازم نثبت انه لم يتم التلاعب فيها. فهي التغيير القاعده هي اكثر استجابه لحقائق التجاره الدوليه. ناخد اسئله. انا كده خلصت الجزء الاول المتعلق باهم التطورات اللي حصلت في الاحكام العامه. ما اعرفش استاذه رشا او استاذ شيرين هل في اسئله؟ انا مش شايف اسئله في الشات بوكس، او لو ممكن تفتحوا الريز هاند او رفع الايدي انا جاهز. شكرا. طيب انا مش شايفه اسئله في الشات، ففي حد عند حضراتكم عنده اي سؤال لحد النقطه اللي وقفنا عندها، ولا تحبوا نكمل زي ما قلت في الشات؟ البرزنتيشن هتوصل لحضراتكم عن طريق الايميل، بس في اي حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ ولا لو دقيقتين كده ما حدش رفع ايده احنا هنكمل. تمام، ميرسي يا استاذ محمد، شكرا جزيلا لتعب حضرتك والشرح المستفيد ده، حقيقي استفدنا كتير جدا. اذا في عند حضراتكم اي ايميل بخلاف الايميلات اللي متعودين نبعت لكم عليها ارجوكم تكتبوه في الشات علشان نزوده في الميلينج ليست ونتاكد ان هي وصلت لكم البرزنتيشن. طيب اعتقد ما فيش اسئله، فاستاذ محمد حضرتك ممكن تكمل. تمام، في ايميلات ابتدت توصلنا، فا اوكي.
أستاذة ندى رجاء تعملي ان ميوت لأستاذ محمد من فضلك. وعليكم السلام أستاذ محمد عادل، عند حضرتك سؤال تحب نعملك ان ميوت؟ طيب أستاذة ندى من فضلك اعملي ان ميوت لأستاذ محمد عادل أو محمود عادل، مش متأكدة. واضح إن هو أستاذ عنده محمد سؤال. عادل معانا، أنا عملت حياتك أميوت. اتفضل أستاذ محمد. ممكن يكتبوا لو في مشكلة في الصوت أو الكونكشن، لو ممكن يكتبوا كمان. أكيد الأوبشن بتاع الشات شغال. ممكن أستاذ محمد لو في مشكلة في الصوت عند حضرتك ممكن تكتب سؤال حضرتك في الشات. طيب أعتقد نكمل لحد ما أستاذ محمد يكتب السؤال بتاعه، ولا تحب نستنى شوية أستاذ محمد لا سامحني؟ تمام، نكمل نكسب وقت، وفي الاخر كده كده في اسئله. لو قدر يكونكت تاني بس محمد طبعا متشرف بيه، هو ممكن يكتب كمان، بس ممكن نكمل عادي، انا ما عنديش مشاكل لو ما فيش اسئله تانيه. خلاص اتفضل حضرتك كمل، وكده كده هنرجع للأسئلة تاني. تمام، شكرا استاذه رشا. نيجي بقى للكلام التفصيلي. زي ما قلنا، اي بروتوكول، اي معاهده منشا، اي بروتوكول بينقسم لشقين. الشق الاول هو الاحكام العامه اللي شرحناها. طبعا احنا شرحنا اهم التعديلات الجديده اللي هتمس الصناعه والتصدير، على اعتبار طبعا من منطلق ان حضراتكم في المجالس التصديريه طبعا على خبره كبيره طبعا في التصدير. انا شخصيا بتعلم وما بعد مع كل صناعه بتصدر بعرف منهم، فما اتطرقناش تفصيليا لكل القواعد. اتكلمنا عن الاحكام العامه اللي اتغيرت، الجوهريه اللي هيمسها التغيير وازاي انعكاسها على الصناعه. بيبقى الشق الثاني دايما من البروتوكول او المعاهده بيبقى حاجه بنسميها القواعد التفصيليه، اللي هي برودكت سبيسيفيك رولز، اللي شرحناها ان هي احد القواعد لاكساب المنشا. هنا بقى هي الصناعات النسجيه. الصناعات النسجيه هي يعني معلش هي اللي اتعمل علشانها القواعد التفصيليه تحديدا. يعني اي قواعد تانية، اي سلع تانية ممكن تمشي باي قاعده، الا الصناعه دي بيشترط عليها عمليات صناعيه تفصيليه. بصفه عامه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الجدول اللي انا وريته لحضراتكم اللي فيه العمليات التشغيل، اللي هو البند والديسكريبشن والعمليه او بدائل العمليه؟ كان برضو انا مصمم كان زمان، حاليا كان يقول لك ايه؟ مانيفاكتشر فروم، يعني كان يقول لك تصنع من. فاللي حصل انه ركز على الصناعه بدلا من تجيب من ايه او تبدا من ايه. يعني مثلا تقول تلاقيه دخل لك على طول في سبيننج، يعني غزل. كان الاول يقول لك لا لازم مانيفاكتشر فروم مثلا يارن او فايبر، تبدا منين؟ دلوقتي بقى يركز على العمليه التصنيعيه، وده هنلاقيه خط السير اللي شغال في كل القواعد التفصيليه. طبعا انا ضربت مثلا بالغزل، هو نفس الشيء في الاقمشه وفي الملابس والمسؤول. في سؤال للاستاذ محمد عادل اهو، معلش لو أستاذ ممكن محمد ناخده عادل سريعا. هو كتب السؤال بتاعه، تمام، فناخده سريعا أفضل ما ندخل في الجزء الثاني. السؤال بيقول بخصوص التصدير للمغرب، هل يتم حاليا استخدام يورو ميد لحين الانتهاء من التطبيق الفعلي للمعاهدة الجديدة؟ لم يتم استخدام يورو 1 من الآن. لا، النظام الحالي مطبق زي ما انا قلت تاني. أعتقد اتفضلي يا استاذ رشا.
أعتقد إن السؤال هنا بيتكلم عن التطبيق الحالي بالنسبة للتصدير لدولة المغرب. تمام. اتفضل. المطبق هو القواعد الحاليه اللي حضرتك متعود تصدر بيها النظام الشهادتين اليورو 1 واليورو ميد، زي ما قلنا لسه الجديد ما دخلناش فيه. صحيح الجديد هيبقى فيه يورو 1 لكن احكام مختلفه، لكن الى الان اليورو 1 واليورو ميد حضرتك ممكن تصدر باليورو ميد او تصدر باليورو للمغرب، النظام قائم. وبالمناسبه هو التصدير انا فهمت سؤال حضرتك، هو التصدير للمغرب هو بيورو ميد فقط وليس يورو 1. حضرتك صح معاك، انا افتكرت جمعت المنظومه دلوقتي، لان اتفاقيه اغادير ما فيهاش يورو 1، اتفاقيه اغادير فيها يورو ميد فقط. حضرتك معاك حق، ما ينفعش تصدر بيورو 1، تصدر بيورو ميد فقط الى الان، هو الى اشعار اخر حتى يتم الاخطار بالقواعد الانتقاليه او المعاهده الجديده. معلومه مهمه اثرها الاستاذ محمد عادل في التصدير في اطار اتفاقيه اغادير يورو ميد فقط المستخدم. سؤال جميل وصلح لي انا شخصيا معلومه. شكرا استاذ محمد. نرجع تاني لقواعد المنشأ التفصيليه. خلاص، هو لان الاستاذ محمد كان حابب يسال قبل ما ننتقل، خلاص الاسئله كلها تبقى مجمعه ان شاء الله في نهايه البرزنتيشن. تاني قلنا التركيز بصفه عامه، دي ملاحظات عامه ايه اللي حصل في القطاع. بس حابب انوه، معلش سامحوني انا مش خبير في القطاع الصناعي ده، انا بقدر الامكان حاولت يعني هو انا فاهم منشا بس مش فاهم صناعه، يعني في بعض المصطلحات في بعض الحاجات في بعض العمليات انا مش فاهمها شخصيا، فعشان كده تلاقوني نقلتها لكم باللغه الانجليزيه زي ما هي، بس بنحاول نقراها مع بعض ونفسرها مع بعض. بصفة عامة التحولات زي ما قلنا اتحول من مفهوم يصنع من أو يبدأ من إلى عملية تصنيعية. الكارثة الكبيرة اللي في صناعة القطاع ده هي الدبل ترانسفورميشن، التحويل المزدوج. دي كانت قاعدة الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتفاوض، دبل ترانسفورميشن. والتحويل يعني خلينا نقول عملية تحويل، يعني انا بحول الماده او المنتج من حاله لحاله من بند لبند، غير عمليه التجهيز او عمليه الاعداد اللي هي بيسموها البريبريشن في الصناعه دي. انا بعد السلعه دي بيسموها التجهيز او اعداد، لكن عمليه التحويل انا بنقله من حاله لحاله، يعني من غزل لقماش، من قماش لملابس. فكانت قاعده التحويل المزدوج او الدبل ترانسفورميشن هي السمه الرئيسيه في هذا القطاع في كل منتجاته، سواء كان غزل، سواء كان قماش، سواء كان ملابس. حصل شيفت شويه وشويه كتير في القماش، يعني هو شويه في الباقي، لكن هو القماش اللي حصل فيه الشيفت الكبير ان هي بقت عمليه تحويل واحده بس. لازم عمليتين تجهيزين. اللي فهمته سريعا كده من عمليات تجهيز، يعني مثلا عمليه تنظيف، تبييض، تزييت بالحراره، دي الحاجات اللي انا حاولت المها من الصناعه. يعني عمليه تجهيز الغزل قبل تحويل القماش لازم تكون معاه عمليتين. ده تحول جوهري حصل في القماش، في صناعه القماش. بالنسبه للملابس والغزول حصل فيها تحويل تاني في البدايل والعمليات التصنيعيه، في عمليات صناعيه جديده دخلت ما كناش بنشوفها قبل كده في هذه الصناعه. يعني مثلا بقى بيديك مثلا ممكن تلاقي خمس ست بدائل صناعيه، كان زمان اثنين بس، يقول لك انت تبدا من فايبر يا اما من غزل مفرد بالنسبه للملابس يا اما مش عارف. لا دلوقتي بيديك عمليات تصنيعيه زي مثلا القاعده اللي بنشوفها في الغزول، تويستنج زائد الميكانيكال اوبريشن. طبعا مش عارف ايه الميكانيكال اوبريشن والبروتوكول ما عرفهاش، لكن دي عمليه في حد ذاتها تكسب المنشا. يعني طبعا اهل الصناعه يعرفوا عليه التويستنج، ده انا بجيب مجموعه غزول وبلفها على بعض وبدخلها ميكانيكال اوبريشن اللي هو مش معرفها، سواء على جهاز بقى او مكنه او حاجه. يعني هي واضح ان هي عمليه فنيه دقيقه. يعني ده شيفت تاني حصل، زائد الشيفت بتاع تعدد اعطاء بدائل في الـ في الـ في الـ في, الـ في القواعد. ده شيفت مهم. معلش دقيقة بس، كان في مسج ببص عليها.
الشيفت الثاني الكبير اللي حصل انه بدأ يتبنى، طبعا اللي انا بقوله ده سواء التحول من يصنع من العمليه التصنيعيه او التحويل المزدوج الى عمليه واحده، عمليه تجهيزيتين او بدائل متعدده زي الغزول والملابس او الطباعه كعمليه واحده، هنشوفها في التفصيل بعد كده. بس انا بصفه عامه بمشي ايه اللي حصل، ايه القلبه اللي حصلت فيه في هذا القطاع، طبعا في حدود المامي الضعيف جدا في هذا القطاع. الشفت الكبير اللي حصل زي ما قلنا قبل كده في نسبه السماح، نسب سماح عاليه اعطيت في بعض المنتجات زي المنسوجات القماش المخلوط لو انا مترجمه صح، والغزول اللي هو خليط الغزول برضو لو انا ترجمتي ليها صح، دي نسب السماح فيها اعلى من المنصوص عليها في الاحكام العامه اللي انا شرحتها اللي هي بقت 15. اعتقد الى الان هي ستيل في بعض البنود اعلى من العشرة، يعني هو مطبق حاليا 10 في الاحكام العامه، في بعض البنود المطبقه حاليا اعلى من 10، بس هي هتبقى اعلى في اللي جاي. انا شفت لحد 30 وان لم تخني الذاكره 40 نسبه سماح، طبعا في بعض الاجزاء وبعض المكونات. ودي دايما حطها في ملاحظات، ودي نقطة مهمة هنجيلها بعد كده ازاي نقرا الصناعة دي واحنا بنقرا البروتوكول. ده سريعا أهم التغييرات اللي حصلت في هذا القطاع. تاني لزوم ما يلزم هبقى ممل شوية وهعيدها تاني، في القطاع ده بالذات دون عن باقي القطاعات لازم تحدد البند الجمركي كويس جدا بدقة. الوصف لوحده ما يكفيش، يعني مثلا أنا يعني مثلا تقول عايز تصدر تقول أنا بصنع قماش مثلا حرير، لا ايه في القماش الحرير؟ وهل غزول حرير بس ولا داخل فيها صناعي؟ تحديد البند الجمركي اساسي لقراءه القاعده الخاصه بالمنتج، بلا بند جمركي مفيش، مش هتقدر تصدر، مش هتقدر تفهم ايه العمليه. الحاجه الثانيه اللي باكد عليها لابد من قراءه القواعد التصنيعيه كويس جدا وفهمها في ضوء الادله الشارحه وفي ضوء الملاحظات سواء التقديميه او الهامشيه. ده لازم لهذا القطاع، ليس كل ما تقرأه في القواعد واضح، وهنضرب أمثلة دلوقتي. القاعدة مكتوبة قدامك تبدو سهلة بس هي لها شروط مش هتتضح إلا في الملاحظات التقديمية والملاحظات الهامشية اللي بقراها تحت، دي مهمة جدا جدا الملاحظات التقديمية. آخر حاجة عايز أقولها، مفيش قواعد فصول، يعني اللهم يمكن فصل واحد اللي انا قابلته اعتقد كان 62 ده اللي له قاعده للفصل. مش متذكر، لا 60 عفوا، فصل 60. باقي الفصول كلها قواعد تفصيليه لبنود تحت الفصل، يعني بمعنى ايه؟ في عندي قاعده فصل ومفصل الفصل البنود لكل بند منهم قاعده. في حاله عدم وجود بند انت ما لقيتوش في الـ في الـ في الـ في الاربعه ديجيتس هتلاقي، يبقى طبق قاعده الفصل مباشره. لكن طالما في اربعه ديجيتس لازم التزم بالقاعده بتاعتها والعمليه التصنيعيه دي، لازم بكررها، لازم تقرا جيدا جدا قبل ما نبدا عمليه التصنيع. اعرف البند، اعرف قاعدته ايه، اقرا الشروح بتاعته في الملاحظات اللي في البروتوكول والملاحق، واحدد هل هي قاعده فصل ولا قاعده إيه. مثل بسيط جدا، لو فتحنا القواعد الانتقاليه او القواعد الجديده ايا كان مسماها، في بند اللي هو برضو تاني اعذروني لو في حاجه في الوصف او الديسكريبشن في الصناعه انا مش دقيق فيها، لكن انا بنقل الموجود وبحاول اقراه معاك. عندي البنود 5208 ل 5212 اللي هي بنتكلم 4 ديجيتس، دي الاقمشه منسوجه من قطن. دي حضرتك لو قريتها هتلاقي في حاجه فوق العمليات واضحه قدامي، طبعا اللي بالاحمر دي هي القواعد الجديده. في حاجه فيها اثنين انا عامل عليها سهم من فوق اثنين، دي تقرا في البروتوكول انها ملاحظه تقديميه اثنين. ملاحظه تقديميه اثنين بتبقى في صدر القواعد التفصيليه او في صدر هذا الملاحظ. لن تقرا هذه القواعد بمعزل عن القاعده التقديميه رقم اثنين. فلما حضرتك تقرا القواعد دي تروح لاثنين. اثنين هتقلب لك الشرح اللي حضرتك شايفه ده. مثلا اول ما تروح اثنين تلاقيه بتقول لك، بتحيلك الى ملاحظه، عفوا اثنين ملاحظه هامشيه، هتلاقيها بتحيلك لملاحظه تقديميه رقم سته اللي هي ايه؟ اللي كنا لسه بنتكلم عليه، ان انت بتقول لك ان حضرتك ان في بعض انواع الغزول المستخدمه او خليط الغزول اللي بتصنع منه النوع ده من القماش معاك فيه سماح. طبعا هو شارح بالتفصيل اللي واخد 20 واللي واخد 30%،
بس انا اجملته طبعا عشان ما اعرفش فخ ان انا ايه اعك في الصناعه، بس يعني هو ايه، بس لما نرجع للملاحظه التقديميه الاقي شروح ايه هي الغزول. يعني مثلا في جزء منها بيبقى صناعي وطبيعي فبيسمح لك ب 20% او 30% من الجزء الصناعي بحسب نوع القماش. دي انت ما كنتش هتعرفها لو ما قالتش الملاحظه التقديميه، انت مش هتعرف ان في نسبه سماح ليك 20 و30%. برضو من الحاجات اللي قريتها ان في البطانات، بعض البطانات اللي بتستخدم في الصناعه عليها نسبه سماح برضو بتوصل 20 و30%. فدي حاجه اكتشفناها لما قلنا الملاحظه الهامشيه. حاجه ثانيه، ان في القاعده بيقول لي printing as a stand alone operation، يعني تكفيك عمليه الطباعه ان انت تكتسب المنشا. ايوه الطباعه دي يعني اجيب صوره والزقها، يعني مثلا زي اللي تتلزق على الايد. لا، اكتشف ان انا لما اروح اقرا الملاحظه الهامشيه 2 ان في شروط للطباعه دي. الشرط ده بيقول لي ان القماش، قيمه القماش المستورد لا تتجاوز 50%. معكوس القاعده، يعني عمليه اللي احنا شرحناها في قواعد اكساب المنشا، معلش انا اضطريت اشرحها عشان ده دورها، يعني لازم تحقق قيمه مضافه في عمليه الطباعه 50%، اللي هي معكوس القاعده بتاعه value of non originating materials اللي موجوده في الملاحظه التقديميه رقم 5. الملاحظه التقديميه بتتكلم عن الطباعه، بتقول لي ان شرط ان المواد المستخدمه لا تتجاوز 50% من سعر المنتج، يعني القماش المستورد اللي انت هتطبعه ما تتجاوزش قيمته في العمليه التصنيعيه او الغزول عفوا، ان انت هتستورده عشان تعمل قماش ما تتجاوزش قيمته 50%. يعني ايه؟ يعني لازم تحط 50% قيمه مضافه، مدخلات محليه ونفقات تشغيل. فدي حاجه اكتشفناها من احد شروط عمليه الطباعه اللي ادخلت كقاعده وحيده لاكساب المنشا. كل ده لن يقرا، قواعد دي لن تقرا الا في ضوء الملاحظات التقديميه. هتلاقي مثلا في ملاحظه تقديميه ثانيه 7 تتكلم برضو تاني عن التوليرانس لبعض الانواع، وفي 1 و2 و3. طبعا كل ملاحظه تقديميه خاصه بشروح معين ومشار ليها في الهوامش باتنين بواحد واتنين وتلاته. هحاول بقدر الامكان، لا انا طلعت غلطان طبعا، هي مش تغيير بند جمركي الفصل 60، ده الفصل 60 طلع ليه قواعد كتير. هنا بعض النماذج لفصل انا جبته. الفصل ده في القواعد الجديده ملوش بنود فرعيه اعتقد، يعني هو كل الفصل ده قال لك اعمل لي اي من العمليات دي. دي احد التطور، شايف فيه مجموعه من العمليات، يعني انا بصيت في القديم والجديد لقيت اللي متعلم بالاحمر دي كلها عمليات جديده ما كانتش موجوده في البروتوكول المطبق حاليا، كان موجود الاثنين اللي فوق لما اكون مخطئ يعني قراءتي ليها. يعني الجداد كل دول، يعني مثلا كان بيشترط عليك ان انت تغزل من يا الياف طبيعيه يا صناعيه، دلوقتي دخل في الكروشيه والحياكه مرفق بها صباغه طبعا، وفي بعض الحاجات الثانيه المذكوره صباغه مصحوبه بحياكه وكروشيه، تويستنج مرفق بيه عمليات تجهيزيه، وفي شرط ان هو ان النون تكتشرد يارنز يوز دوز نوت اكسيد 50%، لا تتجاوز الغزول غير ذات المنشا المستخدمه 50%. طبعا دي بدائل، هو مش بيشترط عليك تطبق كل ده، لو خدت بالك تلاقي اور 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 اور. فده من النماذج، وعلى فكره دي في الملابس كمان، يعني هي مش في الفصل 60، انا لقيتها كمان في فصل الخاص بالملابس عمليات كتير جدا. في الغزول مثلا دخل القاعده بتاعت التويستنج مع اي ميكانيكال اوبريشن اللي شرحناه، طبعا الاثنين دول القواعد القديمه اللي هي اعتقد كانت صعبه، هي التويستنج ما اعرفش طبعا انتوا اهل الخبره هي اتبسطت ما اعرفش شويه ولا كتير، بس ستيل ان انا ابدا من فايبر سواء كان صناعي او طبيعي عمليه شاقه، دلوقتي بقى في تويستنج مع ميكانيكال اوبريشن. كده سريعا يعني خلصنا الملامح العامه. طبعا القواعد التفصيليه عديده، طبعا العمليات كتير، الفصول كتير، البنود كتير، خدنا اهم الملامح اللي اتعكست في التغييرات سواء من تعدد القواعد، سواء من دخول الطباعه، سواء من عمليه التحويل الواحده اللي قلنا عليها مع عمليتين تجهيزيتين. يعني انا في ضوء العرض والفهمي للقواعد التفصيليه الخاصه بهذا حاولت
أجمل أهم التغييرات أتمنى إنها تكون شاملة. بكده أنا خلصت العرض، وتحت أمركم في أي أسئلة سواء عن طريق أو عن طريق الأستاذة شيرين أو الأستاذة رشا. شكر جدا لحضرتك، اتفضلي يا أستاذة رشا. شكرا يا استاذ محمد، تعبنا حضرتك جدا، ميرسي. انا شخصيا كان عندي سؤال او طلب بالنسبه للفصول الجمركيه زي الامثله اللي في السلايد 37 او 36، هل ممكن حضرتك تتيح لنا كل الفصول الجمركيه قصادها بالظبط المعامله بتاعتها؟ يعني الفصول اللي هي من 50 اعتقد يا استاذ شيرين لحد 63، لو في كتاب عنهم كلهم، كل بنود جمركية معاملتها ايه، نبعتها للأعضاء، ده هيكون مفيد قوي، لأن كل حد هيبقى عارف في البند الجمركي بتاعه، فهيفتح عند الحتة اللي هو هيفهم منها ازاي ياخد المنشأ. ولا حضرتك تحب ده نخليه لما يتم إعلانها رسميا منعا للخبطة والتغييرات؟ هو حضرتك حطيت الإجابة في قلب السؤال. يعني ما انا قلت الاوبشن والطلب والاجابه بتاعته. لو تفتكري أنا في زيارة يعني تشرفت بيها لحضراتكم طبعًا في المجلس، كنت إديت حضرتك نسخة، كنت قلت لك إيه بلاش تتوزع دلوقتي، لسبب طبعًا أنا ما عنديش أي مانع كنشر معلومة إنها تتوزع، بس هو الخوف حاجة، إن لمجرد لو تفتكر حضرتك إحنا من السنة اللي فاتت بنعمل لمجرد إن إحنا عملنا ورك شوبس، الناس بدأت تقول يعني مش عايز اذكر جهاد، بدات عمليا توقف واردات. يعني فهمت يعني حضرتك. وبدات تقول لك في نسخ بداوا يشوفوها من قواعد جديده وايه ده. انا ما عنديش مانع ان انا ابعتها لحضرتك، بس يعني تاني في اطار التوعيه فيما هو قادم اكتر منه نعمل بلبله. مش عارف يعني انا تحت وجهة الامر ايه، نظر مش حضرتك عارف صح. انا مو يعني هو هي حاجه يعني تريكي شويه، بس هنحاول نوصل لاظرف حل ليها. لا، وجهة نظر حضرتك مظبوطة. احنا اعتقد الاحسن علشان زمايلي كمان ما حدش يتلخبط ما بين القواعد، انه لو حد من حضراتكم عايز يعرف عن اتش اس كود معين نبعت لنا ونقول له انه لحد دلوقتي بيحصل كذا، لكن لما يتم تمام الاعلان نسمع عن تمام القواعد نبعت فكرة لكم. جميلة، وأنا مستعد أساعد حضرتك في دي جدا يعني، وتلقي أي أسئلة خاصة بهذا الموضوع. هي طيب، متفقين. في عند حضراتكم اي سؤال، في اي طلب، او في اي نقطة مش واضحة بعد الشروح اللي قالها استاذ محمد؟ تمام استاذ محمد، هناخد نوت بالبند الجمركي ده، وهسأل استاذ محمد فيه وابعت لك اللي حاصل دلوقتي في ايه، او اللي المفترض هيحصل فيه هيكون ايه. حاضر. تحت امركم، جمعيهم يا استاذ رشا وابعتهم لي مره واحده، وانا ممكن ابعتهم لك في جدول كمان، يعني اقول لك ده المطبق حاليا ايه، فيما سيكون ايه. خلاص، هي اتفقنا. أي حد من حضراتكم عنده سؤال أو طلب محدد، إن شاء الله بعد النهاردة أو بكرة بالكتير هيكون عند حضراتكم البرزنتيشن. وإحنا في الإيميل الأولاني اللي بعتناه لحضراتكم كان في الكتيب اللي معمول بالعربي، كان عامله الجي أي زاد الألماني، برضو القراية فيها هتكون أسهل لأنها بالعربي مع البرزنتيشن. سوري، مع البرزنتيشن بتاعت النهاردة، وهنقول لحضراتكم أي حاجة جديدة هتحصل في الموضوع ده أكيد. شكرا جزيلا يا استاذ محمد، تعبنا حضرتك، شكرا على مساعدتك وعلى كل الورك شوبس اللي فاتت والورك شوب بتاعت النهارده، ودايما حضرتك بتسرينا بخبرتك، ميرسي جدا. متشكر لحضرتك جدا على الدعوه الجميله اللي بتحين الفرصه ان احنا نقعد مع الناس ونشرح لهم بقدر الامكان. وشكرا للحضور اللي نورونا واللي سالوا. بس حابب اقول حاجه، ان مفيش اي حاجه تحصل الا لما يجي نوتس بفتره كافيه قبل التطبيق، دي دايما باكد عليها في 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 كل حاجه. في سؤال مهمة جه طبعا. من استاذه اماني صبري تتكلم على اليو كي. تمام، اتفضل. يعني انا قعدت اقول يو كي وضع خاص. طيب اليو كي مشكلتنا معاها يا جماعه في التراكم، بمعنى ايه؟ باختصار شديد اليو كي بنطبق معاها، انا شايف في بنود بتيجي طبعا الاستاذه رشا هتبقى تجمع، بس اليو كي انا مشكلتي معاها فقط في التراكم ونوعه مع مين. لكن اليو كي حسب الاختيار اللي طلع من وزاره التجاره وحسب البروتوكول اللي موجود معاها دلوقتي في الاتفاق، هو البروتوكول البان يورومت رولز اوف اوريجن المطبق حاليا
مع الاتحاد الاوروبي وكل الدول الاوروبيه المتوسطيه. الفارق الوحيد ان مفيش تراكم ما بيني وما بين اليو كي والاتحاد الاوروبي. دي حاجه لازم ناخدها في الاعتبار. في الصادر يعني لو هستخدم مكونات اوروبيه واصدر لليو واصنع واصدر اليو كي تحت مظله التراكم، اليو كي هتقبل. ولو اليو كي هتصدر هتنتج مدخلات اوروبيه وتصدرها لك كمصر انا هقبل. احنا ارتضينا كده ثنائيا، الاتحاد الاوروبي لم يرتضي. يعني الاتحاد الاوروبي انا بتاع تجاره مش عايز ادخل في السياسه قوي، بس مش عايز اقول نوع من العقاب لليو كي لانها خرجت، مش عارف ايه طبيعه العلاقه اللي بينهم دلوقتي بالظبط يعني تجاريا، لكن بتقبل التراكم مع الاتحاد الاوروبي في صادراتنا الثنائيه، ولا يقبل تراكم مدخلاتنا في صادراتنا للاتحاد الاوروبي، انا اقصد مصر واليوكي. ده باختصار شديد القصه مع اليوكي. والبروتوكول نفسه بينص على ان لازم قبل اي تراكم مع الاتحاد الاوروبي، انا بتكلم على البروتوكول المطبق حاليا ما بيني وما بين اليوكي، لازم يبقى فيه ترتيبات ثلاثيه ما بين مصر والاتحاد الاوروبي واليوكي. الى الان ده ما حصلش، عملنا لجنه مع اليوكي يعني ما كانش فيها معلومات وافره عن التطبيق. مستقبل اليوكي ايه من القواعد الجديده؟ ده مبهم، مش عارفين لسه هي هتعمل ايه او عملت ايه مع الاتحاد الاوروبي. هل تبنت الترانزيشنال رولز النيو كونفنشن؟ ده لسه في علم الغيب، بس واضح انه لا طبعا اذا كان المطبق حاليا فيه خلاف فبالتالي لسه الجديد. طبعا كل يوم هو في شأن، طبعا كل ده وارد يتقلب في اسبوع. واعتقد في لجنه مشتركه بيننا وبين اليو كي الشهر القادم ان شاء الله هيبقى فيها حاجه. استاذ محمد انا كان عندي سؤال بالنسبه لليو كي تحديدا. في احدى الاجتماعات اللي حضرتها مع حضرتك كان في مقترح من المجلس تصديري انه يكون في تراكم منشأ ما بين بعض الدول اللي تدخل مع اليو كي، يعني مصر يو كي وبعض الدول اللي احنا اقترحناها كنا عايزين نعمل معاهم تراكم منشأ. في ظل بقى اليوروميد دلوقتي او الاورو متوسطيه، انهي ابروتش هو اللي هيكون اقرب للتنفيذ؟ ان انا اعمل تراكم ثلاثي مع يو كي انا وهي وطرف ثالث، ولا لحد ما هي توافق على القواعد دي فتدخل من ضمن الاجراءات اللي احنا النهارده بناقشناها؟ هو كان انا فاكر سؤال حضرتك وكان سؤال وجواب، انت بعت لنا جواب رسمي. يعني هو مش بس بعت جواب المقترح لكن ما كانش فيه سؤال. يعني هو كان طلب رسمي كمان. بصي حضرتك، شيء جميل طبعا ان الصناعه، مجرد ان انا اعرف الصناعه عايزه ايه ده في حد ذاته ده فايده حضرتك عملتها لنا كوزاره التجاره بتوجهينا. بس لا اخفيك سرا، يعني هو من باب الشفافيه، اصل عمليه دول عايزين نتراكم معاها ويلا نمضي، الموضوع مش بالسهوله دي. يعني الموضوع بيبقى فيه قصه كبيره جدا، يعني توجه واراده سياسيه ومصالح وقصه، قصه كبيره مش بتاعتي. يعني انا يقول لي اطلع اتفاوض، اطلع اتفاوض معاك، مفهوم. مين يقرر امتى ومين دي مش بتاعتنا. بس هي يعني هو مطلب، بس هو مطلب فعلا فعلا. يعني انا من وجهه نظري الشديده، سوري المتواضعه، ان من اهم الدول اللي لازم نبدا نفكر فيها اوروبا الشرقيه. مظبوط. الدول دي صاعده، الدول دي بدا يبقى عندها صناعه قويه، الدول دي ممكن نستفيد منها بشكل كبير. ده ردي بمنتهى البساطه على موضوع ليه ما نمضيش. اليو كي زي ما شرحت، يعني ما فيش اضافه اكتر من ان انا اللي قلته بصراحه، لان لسه هم خارجين ولسه العلاقه مش واضحه ولسه في لجان مشتركه جايه كتير ما بيننا وما بين الاي يو واليو كي. اليو كي زي ما قلت عندنا جاي رئيس الوفد التفاوض بتاعهم مع وفد كبير في شهر 9، هنبدا نتكلم ونشوف الترتيبات الثلاثيه دي وصلت لحد فين. واحنا موجودين طبعا مع حضرتك كمجالس تصديريه بكل القطاعات لو في اي معلومه عن طبعاً. الصناعه عن طبعا الاحتياجات أنا يساعدنا لا أنسى دور المجلس التصديري للحصادات الزراعية، كان بيتفاوض وجها لوجه مع الإنجليز في الحصص. فتأكدي حضرتك إن إحنا لما هنعوز صناعة تدخل إحنا ممكن كمان نفسح لها المجال هي تتكلم، إن هي الأقدر عن الدفاع عن مصالحها. في الآخر صحيح إحنا كلنا بنساعد بعض للصالح العام، وإحنا مستعدين نساعد بأي شكل حضرتك تشوفه. أستاذة أماني كان سؤالها على إنها بتقابل مشكلة في الاستيراد. بس مش فاهمه، يعني هي لو تاخد الكلمة يعني لإيه المشكلة بالظبط في طيب الوارد؟ ممكن رجاء إن أستاذة ندى تعملي أنميوت لأستاذة أماني صبري علشان تتناقش أكتر في طرح سؤالها. ليه بتترفض؟ ليه ما بتاخدش المعاملة؟
مساء الخير. مساء الخير يا فندم. شايفه دي عربيه المعديه جنبك ولا ايه الصوت ده؟ بس هو في صوت لا مغطي. لا مساء الخير يا فندم، حضرتك كده سامعاني افضل؟ لا الحقيقه الصوت صعب قوي، انا مش عارفه. طيب اكتب افضل لو الصوت مش واضح؟ ممكن اكتب لو الصوت اللي حوالين حضرتك ده مش هيسكت لان احنا مش سامعينك. طيب اعتقد استاذه اماني هتفضل ان هي تكتب السؤال بالتفصيل لانه ما كانش يا ريت بس تبين سبب اللي هو وقف الواردات ليه بتاعتها، اكيد في حاجه. هي اللي مكتوب ان هي ما بتتعفيش من رسوم الوارد، يعني لما بتستورد حاجه من اليو كي. واضح ان اليو كي بس ايه السبب انا مش عارف، بس مستحيل طبعا احنا بتيجي حاجات وبتاخد الاعفاء لان الاعفاء. لا ما فيش الكلام ده يا فندم، لم يطبق. اذا طالع اختار رسمي من وزاره التجاره للجمارك المصريه بتطبق الاعفاء كامل، مش بس ده بتطبق من حيث ما انتهينا مع الاتحاد الاوروبي، يعني زيرو، ما فيش تدريجي، وده كان واضح في نص الخطاب. اي مواد مستثناه من الاعفاء يا استاذ محمد؟ يعني هل في بنود جمركيه معينه ليها معامله خاصه في الاتفاقيه مع بريطانيا؟ لا اللهم الا في الحصص الزراعيه، طبعا في حصص وقود حضرتك عارفه في السلع الزراعيه، لكن انا ما عنديش قائمه استثناء في السلع الصناعيه بتاتا في مع اليو كي او الاتحاد الاوروبي. يعني ما فيش نيجاتيف ليست. ممكن يكون بس في خطا ما في الاجراءات. هو ده يا استاذه اماني بتقول ان المورد حاليا لا يمكن اصدار اليور 1. لا مستحيل طبعا، الا اذا كان موردها كان. محتاج نعرف اسباب من المورد نفسه، يعني هناك هو نفسه مشكلته انه ايه اللي بيتقال له من السلطات، يعني ليه مش عارف يطلع اليور 1؟ لا مش عارف. بتجيلنا شهادات يورو 1 طبيعي جدا من اليو كي، ما عندناش اي مشاكل. طيب رجاء استاذه اماني تجيب لنا شويه تفاصيل اكتر. يا ريت السبب كيس معينه نتكلم فيها مع بعض، يعني او حتى لو في صعوبه اتصال ممكن حضرتك تشرفينا في الوزاره، ما عندناش اي مشكله. تمام، هو حتى لو المورد ما اتغيرش بس انا استاذنك يعني يفهم حضرتك ايه بالظبط اللي بيتقال له علشان ما يطلعش الشهاده. هو كان بيقوم انا اعتقد انه كان مورد اوروبي بيورد لها حاجات منشا انجليزي، فرفضوا في الاتحاد الاوروبي يطلعوا يورو 1 لمنتجات منشا يو كي، لان هي خرجت من الاتحاد الجمركي، وبالتالي مش من حق سلطه الجمارك الاوروبيه تطلع شهاده منشا لمنتج انجليزي. اذا كان ده السبب وموردها اوروبي وليس انجليزي، او انجليزي مقيم في اوروبا وبيعامل معامله المصدرين الاوروبيين او الموردين الاوروبيين، فسبب المنع صحيح. طيب استاذ اماني، هو احنا متعذر علينا شويه فهم الكيس، فرجاء تجيب لنا بس شويه تفاصيل من المورد بتاع حضرتك، هو بيشحن منين والمنتج بتاعه منشاه ايه وايه بالظبط السبب اللي بيقابله؟ عايز يطلع الشهاده منين؟ بالظبط، ممكن يكون بيشحن من اوروبا لكن هو منتج انجليزي وبالتالي ده هيكون كونفليكت، فرجاء بس تشرح لنا الكيس مشكلتها ايه بالتفصيل وانا هتواصل مع استاذ محمد وارجع لحضرتك. الشحن يو كي؟ الشحن من يو كي. طيب تمام، والشهاده اصدارها يو كي؟ يبقى هنحتاج برضو نساله، انا مش عارفه هو. لا ما هو قال الشحن والمنشا يو كي، لا كده ما فيش اي سبب للمنع الا اذا كان في خطا في الاجراءات او شك في الشهاده، او يعني طبعا من الجمرك، يعني لا افترض طبعا سؤال، بس انا اعتقد ان يعني حاجه موظف جمرك في اجراء ما هو. طب البيان الجمركي رفض ليه؟ ما هو بيكتب لك في البيان الجمركي رفض ليه؟ في سؤال من استاذ محمد حسن على الفيديو، احنا ان شاء الله بنسجله، ممكن مع الايميل اللي هنطلعه من عندنا ندي لحضراتكم اللينك بتاع مشاهده الفيديو مره تانية. تمام سهلا ان شاء الله نبعته لحضراتكم. واستاذه اماني استاذنك بليز تبعتي لي بس حتى لو ايميل، مش لازم جواب ولا حاجه، بس بتفاصيل الموضوع وحاولي تعرفي لي منه هو الباطل بتاعه، يعني الازمه بتاعته فين هناك.
او جايز هنا، فبس شويه انفستيجيشن من فضلك واحنا ويل دو اور بيست تو هيلب يو. في اي تساؤل عند حد من حضراتكم؟ اوبشن ان احنا تو ريز هاند علشان نعمل ان ميوت موجود. العفو استاذه ماني تحت امرك في اي وقت. شكرا جزيلا يا استاذ محمد، تعبنا حضرتك. وان كيس ان في اي اعلان رسمي او اي خطوه مختلفه عن اللي قلناه النهارده نكون شاكرين لحضرتك تعرفنا، وان شاء الله الايميل يوصل لحضراتكم النهارده بكره بالكتير. وشكرا ليكم جدا. اكيد اكيد طبعا يا فندم، شكرا لحضرتك وشكرا لكل المشاركين النهارده والتنظيم شيرين حسني معانا، تحبي تضيفي حاجه او في اي حاجه اي ميست؟ لا تمام، شكرا يا استاذ محمد، متشكرين جدا لحضرتك على المعلومات القيمه. شكرا يا استاذ شيرين، شكرا لحضرتك. اوكي نشكركم جميعا، شرفتونا النهارده واحنا موجودين لاي سؤال. شكرا جزيلا.